اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء من جديد في موضوع جديد، وضيفنا هنا في الاستوديو. شهدت قاعه الهيئه العامه للكنيسة امس الاول الاربعاء حاله من الفوضى العارمه بعدما قاطع عدد من اعضاء الكنيسة اليهود عضو الكنيسة ايمن عوده رئيس تحالف الجبهه والعربيه للتغيير عده مرات خلال كلمه لها خلال طرحه اقتراح قانون أساس الاعتراف بدولة فلسطين. دعونا نشاهد بداية مقطعا يوثق ما جرى في الكنيسة، حيث أن عضو الكنيسة تالي جوتليب هاجمت النواب العرب واندفعت نحوهم وهي حافية القدمين، إذ كان هذا المشهد في الكنيسة. فلنشاهد. بكيرف عام انجلي لفي سكري دعت كهال كشمونيم اخوز مهعام انجلي تومخ بهاكمات مدينة فلسطين. شمونيم اخوز مهعام انجلي فاني بتوخ فاني بتوخ شعود كل مدينات علام يكيرو، ואני בטוח בזה שהכנסת פה עוד מספר שנים בודדות יכיר במדינת פלסטין, כי אין מנוס, אין דרך אחרת. תודה רבה לכולם, תודה רבה. זהו הנושא החשוב ביותר בחיי. זהו הנושא החשוב ביותר בחיי כל שוחרי השלום האמיתי. תודה רבה. גם בישראל וגם בכל העולם. הסוגיה הפלסטינית במאה ה-21 נהייתה לסמל של החירות בעולם כולו. עוד הפעם, הסוגיה הפלסטינית במאה ה-21 נהפכה לשאלת החירות עבור כל עמי העולם. שמחזיקים את החטופים שלנו. מי שמבודד פה תודה. זה לא אני. חברת הכנסת גוטליב, תודה. מי שמבודד פה זה אתם. אתם מבודדים ולא אני. אני יחד עם 88% ממדינות העולם נמצאים באותו כיוון. ואתם המבודדים בדיוק כמו דרום אפריקה במאה ה-20. חברת הכנסת גוטליב. הממשלה הזו הופכת במאה ה-21. חברת הכנסת גוטליב, עצור רגע, עצור רגע. חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, אנא חזרי למקום. חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול להתנהג ככה. חברת הכנסת עאידה, שבי בבקשה במקום. שבי בבקשה במקום. שבי בבקשה במקום. חבר הכנסת טיבי. מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? והיא אמרה לי שעוד לא ראיתי מה זה טרור. בסדר. וטיבי שצריך לירוק עליו. אז שבי בבקשה במקום. תומכי טרור. חבר הכנסת עאידה, אתה לא יכול להגיש לי עאידה. שבי בבקשה במקום. שבי בבקשה במקום. نعم، إذا كان هذا المشهد في الكنيسة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو عضو الكنيسة أيمن عودي. أهلا ومرحبا بك. أهلا أخي فتح الله وجميع المشاهدين والمشاهدات. إذا هذا المشهد، نريد أن تحدثنا عن بداية هذا المشهد، ما الذي جرى هنا؟ أنا برأيي هذه المؤسسة الحاكمة مع كل القوة التي تبديها ولكنها ضعيفة أيضا، كضعف كل ظالم. كل ظالم يوجد به بعد ضعيف لأنه ظالم، وما دام أصحاب الحق يناضلون فيوجد بهم بعد قوي وإن كانوا يبدون كضعفاء لوهلة معينة. أنا أطرح اقتراح قانون اللي بأيده 148 دولة، 146 دولة عضو في الأمم المتحدة وفي دولتين إضافيتين، ولكن وهي 88% من دول العالم. ماذا مع 12% الذين لم يعترفوا بدولة فلسطين؟ شو معهن؟ بيحكوا رسميا احنا من أيد حل الدولتين. حتى أمريكا الشمطاء بتقول أنا بأيد حل الدولتين.
بريطانيا بتقول بأيد حل الدولتين، ماكرون بيحكي هذا موجود على الطاولة عندي موضوع الاعتراف بدولة فلسطين. فحتى الدول التي لم تعترف بتقول أنا يا عمي فاهم إنه هذا هو الحل. فأنا عم بقول لهذول المهويس بقول لهم مش إحنا المنعزلين، أنتوا المنعزلين، إحنا مثلنا 88% من دول العالم و12% بيستحوا ما يكونوش مثلنا على القليل على مستوى التصريح. فلا بد إنه هذا الموضوع. شوف أخي الكريم، في حروب كانت بإسرائيل 48-67 كان في انتصار ساحق لجهة وفي هزيمة ساحقة لجهة، ولكن هذه الحرب هل في شعب من الشعبين بتمنى إنه يعيش هذول 13 شهر اللي عشناها الأخيرة؟ فيش أغلبية بين الشعبين بدها 13 سنة الشهر الأخيرة، فيش أغلبية بين الشعبين. فهذا يختلف عن 67، هذا يختلف عن 48، يعني إلى جانب الخسائر الهائلة لدى الشعب الفلسطيني، ولكن إسرائيل أصبحت معزولة، شباب العالم ضدها، أهم جامعات بالعالم ضدها، المحكمة الدولية رافعة قضية ضدها، لولا أمريكا عليها باليوم الأول وكل مرة بدها أمريكا معها بهاي القضية وهاي القضية، الخسائر كبيرة، 13 شهر أمام منظمتين وبعد إسرائيل مش حاسم الحرب، المختطفين بعد الموجودين بغزة، يعني بالآخر هذه الحرب مع كل الألم مع كل الجرائم الفظيعة مع كل الخسائر الهائلة بالأرواح، ولكن أيضا إسرائيل مأزومة. فبعد هذه الحرب بده يكون في سؤال، إذا بعد الحرب الأطول ما زال بعد بين البحر والنهر 7.5 مليون فلسطيني و 7.5 مليون يهودي، شو بدنا نعمل؟ بدنا نستنى للحرب القادمة ولا يجب أن نصل إلى معادلة؟ لهذا فطرح الاقتراح من أجل أن إثارة هذا الموضوع بالرأي العام، إبراز بأن دولة إسرائيل هي المعزولة، وعلينا أن نواصل هذا جزء من عملنا السياسي وجزء أساسي من أهمية البرلمان وأهمية هذه المنصة. يعني عمليا أنت ترى بالفعل إمكانية لقيام دولة فلسطينية؟ ستقوم الدولة الفلسطينية بكل تأكيد، ولا شو بدك تعمل مع الشعب الفلسطيني؟ ولا شايف الشعب الفلسطيني شعب خنوع؟ طب ما الشعب الفلسطيني من 100 سنة نضال ورا نضال ورا نضال ورا نضال، يا زلمه هذا شعب بطل، شعبنا شعب بطل، شعب بمواجهة من؟ شعبنا بمواجهة الحركة الصهيونية، بمواجهة بريطانيا، بمواجهة أمريكا، بمواجهة فرنسا، بمواجهة ألمانيا، شعبنا بمواجهة كل هذه الدول، وشعبنا من بداية الحركة الصهيونية حتى الآن وهو يناضل، شعبنا رفع الراية البيضاء. يعني أخ فتح الله، أنت شايف إنه الجيل الجاي بده يرفع الراية البيضاء؟ أنا شايف الجيل الجاي أقوى، أنا شايف الجيل الجاي أقوى. فشعبنا بنضاله بصموده وبتضحياته سيفرض إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها. هذا البرلمان مع كل هذول المهويس، هذا البرلمان سيأتي يوم قريب ويعترف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة. فعلا نرى الخطابات السياسية كما ذكرت لي حتى لقيادات بريطانية وأمريكا تذكر أنه حق وتقرير كل هذه الأمور. طبعاً. ماذا بشأن الأقلية العربية أخ أيمن عودي في ظل استمرار هذه الحكومة اليمينية؟ شوف إحنا بوضع خطير، إحنا بوضع خطير، وفي قانون تلو القانون وتحريض تلو التحريض. أكثر من مرة أجيت على منصة هلا وتحدثت بحرارة لشبابنا بعقاب عملية هنا عملية هناك، إنه هذا ليس طريقنا، طريقنا هو النضال السياسي. هذا ليس فقط بالبعد الأخلاقي، إنه ممنوع تقتل الإنسان ماشي بالشارع، مش بس بالبعد الأخلاقي، وأيضا ببعد الحفاظ على الناس، الحفاظ على الشباب. فإحنا بحاجة إلى التعامل بكرامة وأيضا بمسؤولية. يعني مثلا هذا الخطاب 45 عضو كنيسة صوت ضده، 45 عضو كنيسة، وين راح باقي أعضاء الكنيسة؟ مع كل البؤس اللي بالمعارضة، ما في معارضة جذرية، مع كل البؤس، ولكن قرروا أنه يزيحوا يروح على جنب، بدينش صوته ضد، بدينش صوته مع، لأنه عم بحكي أنا يعني وقف إطلاق النار سنة 49 هناك، يعني تنتهي حدود دولة إسرائيل والباقي إقامة دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران 67. ففي ناس ما بدين يلتزموا بالنص حرفيا، وإن كانوا قالوا بمناسبة هنا ومناسبة هناك إنه الحل هو دولة إلى جانب دولة، ولكن قرروا إنه يطلعوا انتهازيا، ولكن على الأقل ما انضموش إلى اليمين وصوتوا ضد. أنا بقول لك إنه بنهاية المطاف هذا الأمر سيفرض على كل من يعارضه، لأنه ما في بديل غير احترام الشعب الفلسطيني. يعني عمليا أنت وفق ما تقوله وفق ما يعني رأينا من التصويت 45 عارضوا ومجموعة أخرى
لم تصوت. نعم مجموعة كبيرة. على ما يبدو هذا الاقتراح كشف أمور مخبية ممكن. هذا الموضوع يعني مثلا يائير لبيد يعني أختلف معه كثيرا كثيرا كثيرا. ولكن في حقيقة أنه وقف بالأمم المتحدة أسبوعين قبل الانتخابات الأخيرة حكى أنا أدعم حل الدولتين. هذا حدث قبل الانتخابات الأخيرة. وعضو كنيس هنا عضو كنيس هناك يصرحون بهذا الأمر. وبجلسات فردية بيني وبين عشرات أعضاء الكنيسة يتحدثون معي أنه إحنا فاهمين أنه فيش حل آخر. علينا أن نواصل بكل قوة. ممنوع تضحيات الشعب الفلسطيني تذهب هباء. اللي صار جريمة كبرى. أكثر من 45 ألف شهيد وربما أكثر وربما أكثر. جريمة كبرى. ممنوع أن تذهب هذه الدماء سدى وهباء. هذا الأمر يجب أن يترجم إلى إنجاز سياسي يحقن دماء الأجيال القادمة. هذا لا يمكن أن يتم بهذا الثبات إلا بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. دعنا أخ أيمن عضو الكنيست أيمن عودي نتحدث الآن عن الانتخابات الأمريكية الوشيكة. الأمور تبدو متوازية بشكل كبير صحيح؟ نعم هذا أمر حقيقي. العالم كله بتطلع على اليوم على أمريكا بدون أدنى شك. هذه انتخابات من شأنها أن تؤثر على كل العالم. هذا صحيح. واضح أنه أمريكا بالأساس هي أمريكا ذات أمريكا التي ارتكبت الجرائم الأفظع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن. هذا أمر بدون أدنى شك. وجوهر السياسة الأمريكية خاصة بالعلاقات الخارجية هو ذات الجوهر. أيضا هذا أمر صحيح. ومع ذلك هنالك شيء مهم الالتفات له. هنالك تصاعد بوزن العرب المسلمين الأقليات تصاعد كبير لدرجة ممكن أن تكون هذه الأصوات مؤثرة. الآن واضح أن مجموعة العرب والمسلمين برأيي عموما يتصرفون بشكل صحيح وجدي إنه مش قابلين أن يستكينوا لمعادلة السيء والأسوأ بسهولة. وهذا أمر مهم. انظر ماذا يحدث بالتاريخ. حتى في أمريكا كان في شخص اسمه فريدريك داغلاس زعيم السود في تلك الفترة. وقباله كان لينكولن. وكان الحرب الأهلية أو الحرب المدنية في أمريكا بين الشمال والجنوب. لينكولن بده مساعدة فريدريك داغلاس. فريدريك داغلاس بيقول له أنا مستعد بشرط. أنا بدي حقوقي. لينكولن مش مستعد. فريدريك داغلاس مش مستعد. بيقول له الشرط حقوقي. هذا يحدث. أيضا في أمريكا مارتن لوثر كينج عنده رسالة شهيرة من سجن برمنغهام ألاباما حتى عنوانها Why we can't wait. لماذا لا نستطيع الانتظار؟ لماذا؟ لأنه دائما الأبيض يقول يا عمي في مواضيع أهم إسا وادعمني أحسن ما يجي الأسوأ في مواضيع أهم. هذا دائما يحدث. تعرف شو؟ قصة ظريفة في تاريخنا في تراثنا القديم. قصة عنترة بن شداد مع أبيه. يعني أبو أجع عنده قال له في قبيلة بدها تهاجم قبيلتنا. عنترة قال له أنا عبد عندكم بكون عبد عندهم أنا لا أتدخل. أو بلغة عنترة العبد لا يعرف الكر يعرف الحلب والصر بلغة عنترة. هذا يحدث. حتى أبو الطر قال له كرة فأنت حر. هذا يحدث دائما. أنا بدي أعطيك مثال شهير. بمنتصف القرن العشرين حركات تحرر وطني تناضل والنساء معها. النساء بيقولوا شو مع حقوق النساء؟ إيش بيحكوا الرجال؟ مش إسا وقتكم. إسا وقت التحرر الوطني. وفي عنا بعض المحافظين معنا إذا بيرتفع صوتكم أكثر ببطلوا معنا. وإحنا بدنا نحافظ على الوحدة الوطنية من أجل التحرر. وبعدين بيجي موضوع النساء. هذا يحدث. أصلا عنا ببلادنا إيش عم بصير آخر سنتين؟ مش كان في نضال ضد الانقلاب القضائي؟ صحيح. نيجي احنا العرب بدنا ندخل نحكي اصل المشاكل هو الاحتلال. ايش بيقولوا لنا؟ ما تذكروش الاحتلال، اسا مش وقتكم، اسا في موضوع تاني، المحكمة العليا، المستشارة القضائية، الموظفين، الدولة العميقة. هذا الصراع يحدث دائما. بقدر اعطيك عدة يعني نماذج اكثر. ولكن أنا بدي أقول شيء بالنسبة للحالة الأمريكية. أولا أريد أن أحيي هذه المجموعات من العرب والمسلمين والأقليات إنه وقفوا صامدين أمام إغراءات الديمقراطيين حتى هذه اللحظة. وبرأيي حققوا إنجازات مهمة، حققوا مكاني. ولكن أيضا يجب أن يسأل السؤال الآن، ما هو الأهم بهذه المرحلة؟ المكانة ولا قضية فلسطين؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ انظر إلى موقف نتنياهو وسموتش بن غفير. بتمنوا أنه ترامب يفوز. يعني جمهور اليمين بيصوت أكثر من 90% باستطلاعات الرأي بده ترامب يفوز. يعني إذا ترامب فاز عنده صفقة القرن ما في أوضح منها. موضوع منطقة سي في الضفة الغربية، موضوع الاستقرار واحتلال احتلال شمال غزة.
هذه مواضيع جوهرية جدا جدا. أنا بدي أفكر أقول هل أنا أيمن عودي أفهم أكثر من نتنياهو في أمريكا؟ أنا أعتقد الحقيقة إنه الزلم بيفهم بأمريكا بشكل فظيع، تعلم ثانوي وتعلم جامعة وكان سفير صحيح الأمم المتحدة وعنده علاقات مع الرؤساء الأمريكيين وعنده علاقة مع ترامب. طب ترامب اللي حواليه 80% من مجموعات فاشية بكل معنى الكلمة، ويمكن يعين فريدمان اللي كان سفير إسرائيل في سفير أمريكا في إسرائيل يعينه أن يكون وزير الخارجية. طب هذه أمور كارثية على شعبنا، كارثية حقيقة. تعرف شو مرات إحنا بنكون غضبانين من العنصريين، بس لما تيجي الفاشية ننتبه أن الخطر الأكبر هو الفاشية. يعني اسأل أبناء شعبنا، قلهم بين كفير سموتريتش ولا العنصريين، بقول لك أهم إشي الانتصار الآن على بين كفير سموتريتش ونتنياهو، هذا أهم شيء. لهذا أنا أقول أنه يعني أبناء شعبنا والمسلمين والأقليات فرضوا شيء مهم بالأشهر الأخيرة، مهم جدا، ولكن باللحظة الحاسمة يجب الانتباه أن الأمر الأهم على الإطلاق على الإطلاق هو منع ترامب أن يصل إلى الحكم. هذه هي المسألة الأهم الآن. ويعني ممكن يعني بالنهاية ترامب أو هاريس يطلع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. سؤالي لك أخ عضو الكنيسة أيمن عودي، كيف يؤثر نجاح ترامب أو نجاح حارس على الحرب في الشمال وفي غزة؟ أولا بدون أدنى شك أنه أمريكا تؤثر خاصة على الحالة الإسرائيلية وبشكل كبير جدا. يعني العلاقة بين إسرائيل وأمريكا هي علاقة بالآخر تبع، مظبوط أن إسرائيل تؤثر بأمريكا، ولكن بالآخر أمريكا هي سيدة إسرائيل بالآخر. بدي أعطيك مثال تاريخي ومثال بالحرب الأخيرة. المثال التاريخي شوف حرب 56، زعيم مصر جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس. قناة السويس قديش بعيد عن إسرائيل؟ 300 كيلومتر. طيب أنا بفهم أنه بريطانيا وفرنسا بدهن امتيازات بقناة السويس، بس شو دخل إسرائيل؟ 300 كيلومتر، شو بدخل إسرائيل لهي الحرب؟ هذا دور إمبريالي، هذا دور من أجل خدمة الإمبريالية البريطانية الفرنسية. ما في أوضح منها. طيب أنت سمعت خطاب نتنياهو بالكونغرس؟ شو خطابه كان؟ إنه اسمعوا شوفوا كيف إحنا بنقدر نخدمكم أحسن من أي حدا تاني. عمليا عم بعرض خدماته لأمريكا من أجل أن تدعموا أمريكا. هذه هي العلاقة بجوهرها. طبعا في أخذ وعطاء وفي تمرد هنا وتمرد هناك، ولكن جوهريا أمريكا هي التي تقود في هذه الحالة الإسرائيلية. لهذا الانتخابات مهمة دون أدنى شك. ترامب وأوربان في هنغاريا ومودي في الهند واللي كان بولسينيرو في البرازيل ونتنياهو، هذه مجموعات اللي فيها أبعاد فاشية وهجوم علني ورسمي على مؤسسات قائمة. شوف بعد الحرب العالمية الثانية صار فيه نوع من ما هو مقبول ما هو ممنوع، حتى لو ارتكبوا جرائم بس في شيء رسمي اسمه ممنوع أو مسموح. هذه المجموعة تهدم ذلك من أجل شرعنة كل شيء فاشي وعنصري. لهذا أنا أرى أن بدون أدنى شك أنه يجب فعل كل شيء من أجل أن لا يعود ترامب إلى الحكم في أمريكا. هذا هو رأيي. يعني رأي واضح نراه الآن. كيف يؤثر ذلك على الوضع في الشرق الأوسط؟ الانتخابات الأمريكية هاريس أو ترامب رح يأثر كمان على الشرق الأوسط بأسره؟ شوف أنا أفرق بين الرغبة الجامحة لنتنياهو أن يفوز ترامب والعلاقة بين اليمين الإسرائيلي وبين الجمهوريين. تعرف على فكرة الديمقراطيين دائما شاركوا بجرائم دائما بدون شك. بالنسبة لنتنياهو الشخص منذ أيام أوباما في توتر بين الديمقراطيين وبين شخص نتنياهو. يعني نتنياهو بيطلع على الكونغرس بحرض على أوباما بالكونغرس، والديمقراطيين بيعرفوا أنه عم بيشتغل الآن لصالح ترامب، كله هذا معروف. هل هذا يؤدي إلى تغيير جذري؟ أنا لا أؤمن. أنا بآمن أنه التغيير الجذري يتم بنضال الشعب الفلسطيني وفرض ذاته الشعب الفلسطيني. ولكن على مستوى الشرق أنا يعني أرى أن الديمقراطيين قاموا بأبعاد إجرامية بال 15 الأخيرة، المساهمة بدعم قوى مجرمة على مستوى الشرق فيما يسمى الربيع العربي. الديمقراطيون قاموا بذلك.
لهذا فالحديث أنه في فرق جوهري بين هذا وذاك ليس بالعلاقات الخارجية، ليس هذا الموضوع الأهم. الموضوع الأهم أنه بدون شك أنه ترامب حالة استثنائية بدون شك، وممكن أن يأتي بويلات وبقوة وبصلافي وبدعس. برأيي أن المهمة الأساسية الآن منع ترامب أن يصل إلى الحكم. يعني سؤال أخير لهذه الفقرة، يعني تتوقع أنه مصير هذه الحرب الدائرة في هذه المنطقة كثير مربوط بالمرشح بالرئيس الجاي في الولايات المتحدة؟ شوف، في حتى من أصول الفقه، حتى الحاكم الإشكالي حتى يصل إلى درجة الظالم يعني مرات خير من الفوضى. لأنه بالآخر بدك عنوان، مهما كان ظالماً بس تقدر تهاجم، تقدر تأثر، تقدر. ولكن الفوضى بدون أدنى شك أنه بالأشهر الأخيرة العالم سايب يعني كلياً يعني، وهذا أثر لا شك أنه أحد المحاور المؤثرة على موضوع استمرار ووقف الحرب ومنهجيتها وموضوع الانتخابات الأمريكية. هذا أيضا كلام صحيح. وبعد الانتخابات يعني بيكون في جرأة أكثر باتخاذ مواقف إلى هنا إلى وإلى هناك. لهذا بدون أدنى شك أنه هذا عامل مؤثر دون أدنى شك. رئيس تحالف الجبهة العربية للتغيير عضو الكنيست أيمن عودي، شكرا جزيلا لك. شكرا على أخي فتح الله، وشكرا لكم جميعا. شكرا شكرا. مشاهدينا إلى فاصل إعلاني، عودوا إلينا. We'll be right back.